من سكن طيباونا لدرى المعالي انفصال باعث الامال في ليل الحيارى حبيبنا نوره جل نوره جل نوره جل رهيبات الليالي انفصال الله انفصال الله على قمر الكمال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منها وإياكم إخواني وأخواتي في الله أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومؤتمر كيني لحاد سوق من قاويين مركز كالتوفيق إسلاميك سنتر مانتنا ومالنت كوات محاضرتنا ومحاضرة السدحات عوان كيدن وحاويان أسبابها وكو ضعيف وإيمانك إيو وحيالها لقد داوين كرا وحي نسو جيدن دون شاقنا دكتور علي فليتفضل مشكورا مأجورا بإذن الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في محكم كتابه ويزيد الله الذين آمنوا هدى معاشر الإخوة والأخوات موضوع وحاكساب سيهي ضعف الإيمان وعلاجه إيمانك وسود عيسى نغيلك كي ماذا إيمانك محا كان إيمانك إنو هاسو دعوه محاسا دواء نقون كرا وحلقا يبا موضوعا مركا لقاها الليو إن أيسان سورتا قالا هاين قف ماشا فليو كبت بادي إنو جرو كب الله قفك كلمة جيدين أي إلا آخر واحد وحالة نقوتي ماذا وأين مرنبا كبت بادي كرين قف كستو إنك نغمده هدوسا حالة أنو كجرين أما بآني صامرين وحو هاليس إياهي مرؤون إنه كو إيمان دونتو هدي لغواي أسبابه إيمان كور وقاد لها هدي ميل كستو اللي سوغي ماذا منتديات كسيدان وكلاء عددك وحكو كلا قدان ايان عددك وحكو كلا إيبسان ايان أي عادة أتهاي إنه ماشا أي صوت لغان جهاز أما قلب لغو عبر قفك دي جيسا ماشا أمرايو سنكرتي سماشا إتاقان تهي وكو أغانا يقرع ودنه سويحي لم يده وحاهبونان لهيد إلا هلا جهاز كلا لغو عبره قفك ستو إنك أنك مدى إيمان كي سماشو إتاقان لا شك قف بميل بو إتاقان إيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمان أبي بكر مركا لغاها ليو إيمان كان وكلمه فرق وين باو دحايا سادرت وحن ماشن كثيرين دونا باذن الله سبحانه وتعالى قضب كلمه دونا ما دافسنا ان انت حدونا قضب لحريره ايمانك سببها كان انه هاسو دعو ايو هبك مركه لو دوين كرو لكن قفك مركو حنون سيهاي اما حنون مركو كو يمادو دكتورك مركه لو جاي و خو سميه تشخيص
diagnosing baa la sameeyay in la ogaado qofka kan horta maxaa keenay cudurkan inuu ku dhacay. Laakiin isaga waxa ugu horreeya symptoms, waxbaa ku yimid, caraad baa ku timid, madaxa layga hayaa, maalmahan baan socon waayey, wareer baan isku arkay, xaaladeedu caadi maaha. Kadib baa dhakhtarkii loo geeyay, wuxuu leeyahay waxaa kuugu wacan sidaa iyo sidaa, dawadaadana waa sidaas. Saa darteed waxaan u baahannahay, sideen ku ogaan karaan aniga inu hor fadhiya, idinka walaalaha iyo hor fadhiya, in iimaankeenu uu dacfi uu ku jiro hoos markaa u dhacsan yahay. xaaladahan soo socdaan tixi doona biidni illahi subxaana wa tacaala, oo qaarkiin hore u maqleen, waxay muujin doonaan haddaan iska helno, waana 22 qodob wey, haddaan iska helno inay nasaarantaa sida ugu dhaqsada badan inaan raadina asbaabta keentay. Asbaabuhuna ma aha mid iyagu markaa meel keliya taagan oo standard maaha. Sababta aniga ii keentay iyo midda adiga kuu keentay way kala duwanaan karaan. Waxaa laga yaabaa asbaaba guud ahaaneed oo dadkoo dhan si wadar ahaaneed u jamcida iyo asbaaba dadka ay ku kala duwan yihiin baa jirta. Waxaa laga yaabaa marka hebel sababta ku keentay iimaankiisa inuu daciif u noqdo iyo hebel waxa ku keenay inay kala duwan yihiin, waxyaaba fara badan oo guudana way jiraan salafkii markaa laga soo xigtay biidni illahi subxaana wa tacaala. Ikhwaani, qofka marka uu dareemayo in iimaankiisu dacfiga uu soo galay, markiiba lama soo istaago iimaankayga waa daciif ama hoos buu u dhacay. Laakiin wuxuu isticmaalaa erayo kala duwan. Maruu yidhaahdo cibaadadii macaankii aanu hayn jira ma hayo, waan galayaa salaadii sidii loo baahnaa ee loogu dhadhansan lahaa salaadii qofku u dhadhansan lahaa uma dhadhansado. Waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo qur-aanka marka la aqrinayo ima saameeya qur-aankii. waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo niyo maalmahan waxaan isku arkay macaasidu inay ii sahlan tahay. qofka markii uu hadalladaasa ugu dul meeraysanayo arrinkaasu waxa weeye duq naaqus aljaras buu garaacayaa, wuxuu leeyahay iimaankayga dacfi baa ku jira. arrinkuna wax la qariibsada maaha, iimaanka inuu dacfi uu noqdo ee inuu awood yeesho waxaa ugu wacan maxaa yeele wuxuu ku dul wareegaa wax lagu magacaabo qalbi. qalbigana waxaa qalbi loogu magacaabo wuu isrogrogaa. wax hadduu isrogrogayo uu miisaan uu yahay, marna kafaddu ay sarayso tanbidixeed, tanbidigna ay hoos u dhacayso, qalbiguna waa sidaas oo kale. walidaalika rasuulna sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi inama alqalbu min taqallubihi, qalbi waxaa qalbi loogu magacaabay isrogroga badan uu qalbiga sameynaya qalbi loogu magacaabo. markaasuu wuxuu rasuulullah maxamed sallallahu calayhi wasalam uu ku mithaaliyey riishad meel taal oo dabaylo ay dhabanayso labada geesna ay ka garaacayso, sida ay riishada ama baalka meesha suran uu isu rogrogayo aa u dheeliyayo aanu markaasi saaniya meel u taagnaan karin buu ku tilmaamay sallallahu calayhi wasalam qalbigii. mar haddii qalbigu uu sidaa yahay, iimaankana uu ku dul fadhiyo inuu marna kor aado marna hoosu dhaco waa dabiica markaa uu leeyahay. sallallahu calayhi wasalam xadiid waxa uu ku yidhi laqalbu bni aadama asracu taqalluban min alqidri ida istajmacat galayaana, qalbiga aadanaha ayaa wuxuu ka degdeg badan yahay xagga sida dheri karkaray oo dab la saaray oo kale isu rogrogo qalbiga ka daran buu yidhi. markaasuu haddana wuxuu yidhi ida istajmacat galayaana, markii aad iyo aad u karkarto. xadiid kale wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasalam quluubta aadanahoo dhanba waxa ay ku jiraan allah subxaana wa tacaala farihiisa. suu doonuu ka yeelaa isagaa rogroga meeshuu doonu u jiheeyaa. arrinkaa marka wuxuu muujinayaa maxay, in qalbigu aanu meel aanu thaabit aanu ku ahayn. arrinkaa waxaa ka dhalanaya marka iimaankanu marku inuu kor u kaco hoosna markaa u dhaco. walidaalika sala allahu calayhi wasalam waxaa ku badnayd ducadiisa allaahuma yaa musarifa alquluub, ilaahayow adaa quluubta rogroge ah, midka quluubta rogrogow thabbit sarif quluubana calaa taacatik, ilaahay quluubteena waxaad u leexidaa xagga daacadaada adiga hoggaansankaaga. riwaayaad kale waxaa ku soo orooray thabbit quluubana, quluubtayda rabbi waxaad ku sugtaa diinkaaga ku sug. riwaayaadkaasi aan tilmaamayno dhan waa axaadiid saxiixa, sheekh naasirna meelo kala duwan markaa ku tasxiixiyey. allah subxaana wa tacaala macnahaasuu tilmaamay rasuul maxamed sala allahu calayhi wasalam, allah wuxuu qur-aanka uu ku yidhi ina allaha yaxuulu bayna almar'i wa qalbih, ilaahay baaba kala dhexgelayaba meeshii waxaa imanaysa taxwiil. waxaa laga yaabaa in qalbigaaga iimaanka aanu gelin si markaa filtration loo helo, qalbiga si sahlan qalbiga iimaanka uu galo waxaa loo baahan dadaal marka in la sameeyo. walidaalika waxaan u gudbayaa qodobadii biidni illahi subxaana wa tacaala. maxaa muujinaya? waxaana jeclaan lahaa qof walbaba inuu tirsado nuqtada lagaa helo hoos ka xariiqo
مد لغا وانا الى سبحانه وتعالى اغم هاد علي انا اني اسك بلاوي هدان اسك هل نقود بدن سو سوده ايمان كان خطر بو كسغيا كو هدا دزاركتي اما اني ساركو اما قف كاستو مسلم اسكو ارك حالده سو سوتو اه انو معاصيده او كدعيو ذنوب تتهدا واوين اني وكلا سوعنين ذنبي بذنبي او كدرن يهانا فضوديستا وحا دغات حالده خطر با لغو جرا ولذلك علماء ذا وحي رادان قفك مركو دنبيك او سمايو ومالينك لأو كسو عليو مالين سدحاد او كسو علي عادة او نقنيسا شيئا مركي عادة يكون نقطة كدب كما حشونيسو وح خجلة او حشود او سريق او دريم او سيد مالها فقارها اللي سوقي ماذا بحكي شيئا يساو حاس من حالة سمايه قوريان ريباكو قاتي مشكلة اسبان قلي اللهم استعان الله والرحمن مدح يسو قليي كوي تلقي انا وكله كسو دول هبان سيي ما لها كشيغيس ما حاله معاصي هذا كون نقطه ولذلك فاذا ذا كجرت قوله جل وعلا في القران الكريم ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون اي دائم ما حاله ما ولم يسروا كلي ما شاء الله وشيغي يدو سياق القران اسوته ما حاله عدم الاصرار على المعصيه ان وقفك انو دائم وحي موجين سقفك ايمان كيسا ما حاله هدو دائم عاد انه قن سقفك مركي عاد انه قتنا وي ادقت ان اتكدا بعيد ومنكر ولذلك صلى الله عليه وسلم حديث وحو كيري كل امتي معافى الا المجاهرين دوت كودن دبي ولا عفي الا قليها مركه مالها لا يسغي ماذا كشيغا مركه سو خيري صلى الله عليه وسلم اسقو شرح يا مجاهره و خيري قف با حلو كل خمي سمينيا و هو بريسنيا ايدو رب العالمين او استري او دبولاي كدب سبح مركو وابريسو ددك سوهر فريسانيا و هو له عملت البارحه كذا وكذا حالي وحالي وحسن سمي حالي اي حالي حالي وحاسي وحاس بان سمي و درك تقف با و هو سمينا زينا كدعيسا و شرح يا ماشو كبل لا ماشي كدمات الا ماشي كدمات حرام بو قال ماشي كبل لا بت الا ماشي كدمات شرح يا ايدو وح سريغنا وجيس اني كموقن اركا هدي لا اسكو اركو معاصي ادو لا جهري ادو اسكو هداد اسكو اركتي وحاد اوغاتا ايمانك ضعفي بو جيرا سادرتي واسيمتمك اوغو هريه ان اوغو براروجني اركا لباد قلبي او انغغا قليل نقضه وح غليا او خيرنا انو جيرين الهو ما انت هدي لوغو اقري وح كستو اي كلت هو تاغنت سواء علينا او عض ام لم تكن من الواعظين اما ان وعدي اما هن وعدين أرنكو جنجن بو نو يهو مال بو نو تاغن هيركا مركا لغارنا أرن سهلن ما ولذلك الله سبحانه وتعالى قرآن كوحا وكويري ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة انتا كدب قلوبتين واي انجكتي وحينا لم من نقاط تسيدا دقحان توكلا مركا دنبا وحالي هلقا جوغو دقحان اللو قفا ما دقحان تا هدي قلوبتين iy dagxaanta la isbarbar dhigo oo aan niraa dagxaanta iyo anaga dagxaanta anaga adag ama dagxaanta nala mid hadaan niraa dagxaanta waa loo gafay in loo gafayna waxa muujinaya quraanka aayada marka la sii wado wuxuu leeyahay wa inna min alhijarati ya loo gafina dagxaanta waxa kamida lama yatafajjaru minhu alanhar kuwa biya ka soo burqada wa inna minha lama yashaqq fiyakhruju minhu alma kuwa hajira dambalmo biyuhu ay ka durarsadaan wa inna minha lama yahbitu min khashyati allah كو واحد دراسو دلند لوما يو الله سبحانه وتعالى كبقي ايات كلنا وها هي هدي قران كان كسو دجن لهي بورها دشودا لو انزلنا هذا القران على جبل وحد ارك لي اسقو دلدلاعي مركه دغحانت ان لو غف ماها الله سبحانه وتعالى و هو كمثال وان مثالك او خطر سن اي ان ظلمرنا ان قلبنا دغح لو مثاليه قف كان مركو قف كسو تاغ و ليه ما دغح با تهي و هو كغري وايين حالد سدحات اي دي لا اسكو اركو ايمانك انو ضعف اي كو جيره موجينه وا مخاي عبادته marka tsugi weysin salaada marka lagu jira maankaagu maqan yah dhamaanteena sida ah quraanka marka la aqrinayo ku taasiirinay ducada adoo dhohan ba gacmaha kor u taageysa walidalika sallallahu alayhi wa sallam wuxiri la yaqbalu aw la yuqbalu du'aun min qalbin ghafilin lahi حديثك هو حديث صحيح شيخ ناصر وكشغا سلسله شنبق لفردني سغال دعاء كسوف شي قلب دوهن اسلام مركان هولن او هوله كلا كو مشغول سن الهي ما اقبله وحضر كيس قف قعمه كر اوتاغي ان لا سكن دعاديس وحضر لك نسقف ما انت تصبح عيسى ولا دق دق كو هي ماشي ومر استغفر الله اذا فهمي وحضر كيس سبحان الله العلي ان فهمي عبادتي وحكا بحيا ماشي
iyadoo aanu dhadhansan xaaladda haddii laysku arko iimaankeenna dacfi buu ku jiraa. xaaladda afaraad, cibaadadii inaad ka caajistid oo lugujiid aad ku tukatid, lugujiid aad xajka aad ku aadid, jimcayaashii lagaa waayo, dacfi weyn ayaa markaa jira. ولذلك الله سبحانه وتعالى وحكم تلمامي منافقين توحر وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى هدي صلاة أستاجان يقول لقى هديدة أي صلاة دي أذيان بيد وأنا عارين لقوا يقان قفك منافقة وعلى قيا بحج كيا كوا جب مركز سحلة سنة كذن بق سنة كذن بق لجارة سنة كذن بق سنة بس سنة بقول رهننا يا مركو يسير على هذا بحنا وعلى يا سنة كذن بق مركو الله بس أنا مرايو سدح سنة ومرايو شن سنة ومرايو باسبوركو كو آدي لهان إلهي سبحانه وتعالى قعنت وقلية ديارنا آنو هن إنو دقاقو أيوح الله قيابا إن بوتك مركا أوي ماذا نينكا مرمرسيها الرأسان يلي حاجك لما قاري وحال الله قيابا هدي تليفون الله سوى الدرو اللي يرادو قريب الدرس كاني حاج عباس أولها وابيع كونك الدولار إنو ماشو كسو بحين المتقاني مركب يسوق حوالا دكو درا دار كيسا انتو كوهر يسانا وحال الله قيابا إنو كسوهر ديقو ألف عذر إنو كسوهر ديقا الله قيابا يرادو ماشا بك نعلم انت هدان اسكو ارن ايمان كان ضعف با كجيره ولذلك علماء دو يرادين امر رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي لا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله ضد قوم تتجي مايان ان دب اسو دغيان الا اله سبحانه وتعالى يغ دم دب علي صف كهر ادو جوغات كان لبات مركات اداديسا ادو اركي صلاه الجماعه كا داهيسا ادو اركي ان اتكن كرت سننتي با كغابينيسا حالده هدي لا اسكو اركي ايمانكي هوس بو دعاي ولذلك وحى لو يقان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنبياء بإله ملك كهل لأنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وحى أن كوا أترتم أدك دق خيرات إلهي نبريه واتن آيات القرآن كإلا هذا وحى يبقى لو أقول سكر وحى كم إذا إن إيمانك وضعف وكجره قفك وسيحانا يا هبينك سبحي بوسوتو سيا إيضا وح يعني بربلام إي مشكلة أنا كو إيمان لكن حركة سقفك وجهي سبدلا 10 daqiiqo qofku uu qoslayo 10 daqiiqo maankiisu maqay 10 daqiiqo dadkii uu markaa u gacan qaaday 10 daqiiqo uu xanaaqsay qof shalay asalaamaysi oo xabadka ku haydiba maanta ka soo harbax salaanta la dhaafaysa mizaajkaaga iyo moodkaaga dhan baa isbedelaya walidaalku waxa arkaysa waxaan ugu badan maanta moodkayga caadi ma aha caadi mihi maal mahan wadan waxa laga yaabaa qofka inuu yiraahdo kan ahlu diinkaan inuu yiraahdo jinba isaga shakisana kan kalena inuu yiraahdo buufs baa isaga shakisana oo baranoid baa nahay لكن وحو رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت المامي ضيقة إساقا قفك كو إيمانا إنو يهي ضعف الإيمان إن أددك كددد أو أذن سلامت أذن كقاذن أو سلامتي أذن للرأس أو ماشي فريان أد كأردد أو مسجد دولبان أترى مسجد كمتغي أفرتاني نو قرك دا دير بان ونعي مسجد كمتغي مالاه دمر كيسوغي مالا محالا ناقاها مراه جيدة يا نعي وذا ددن مانتر حلال إحرام قفك مركو إسكو أركي إيمان كيسا ضعف كجير محارة صلى الله عليه وسلم الحديث يري مؤمنك يألف ويؤلف له المؤمن يألف ويؤلف ولا خير في من لا يألف ويؤلف مؤمنك ددك اسغا راسدا وين سو راسدا خيرنا كما جرى ميدك انا ددك راسن يغنى انا سو راسل هذا دي سارك الله ددك كدتسن مساجدي اسبارا اي كو دغانتahay dad qof allah li kirti ana jirin dadkana ay ku nicibihiin oo markaad meesha ka soo baxdo liiraado ninka kan anu majjili hana laga fogaayo fadhigani soo fariisan iimaanka dhaafi ba ku jira xadiis kan waa xadiis sax ah sheekh nasir asilsilo ku sheegay 400 iyo 27 sallallahu alayhi wasallam wuxuu tilmaamay oo kale macna saas oo kale iimaanka waxa lagu qaamaa sabar iyo dadko la saamaxo hadii khald laga galo oo aad maanta daba taaganta iimaankaaga dhaafi ba ku jira xaaladda lixaad ee muujinaysa iimaanka inuu dhaafi ku jira waxay tahay aayadkan ilaahiga ah ee lagu dul aqrinayo hadda aan soo tilmaano inay buuraha dhaqaajin karaan in qofka aanay saameyn wana iman doonta biidillaahi subxaana wa tacaala saxaabada rasuulillaahi sallallahu alayhi wasallam bal salaf hadhihi al-umma bi sifa caama markaan u hadlo qur-aanka meesha uu ka taagnaa isuu u dhaqaajin jiray xaaladda kale ee aan lix aan u gudbinay waxay tahay qofka inuu xuska ilaahay marka uu ka gaabiyo uu aanu shaqaba aanu ku lahayn الله قرآن كبرك وكهل كشكي كيني قليل منافقين توحل ولا يذكرون الله إلا قليلا إلهي محسن إن يرمو يعني وحلق يابا إن هذا كتاب بعضا كالفورين وحلق يابا استغفر الله إذا إن أي تهابا دادك متصوف ذاك لي إن مركا نمبا وحارك إسان نمبا أن ننوي من ضمانتا استغفر الله كأن يون سوفي بعد نقطبي وحمد إن دادك أرى الله تلك تسبيح دي بان أوتر سنين حالة دا مركا إشكو أرقنا إيمان كينا ضعفي بكجرة
xaaladda sideed toddobaad ama sideedaad waxay tahay inaadan u caroonin haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala sohdimihiisa laga tallaabo, diinka ilaahay haddii meel loogaga dhaco haddaadan u damqanin, arrinkaa wuxuu muujinayaa iimaanka inuu dacfi ku jiro. Walidaalika sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay, wuxuu yidhi tucradu lfitanu cala lquluub, fitanta quluubta loo bandhigaa buu yihi sala allahu calayhi wasalam. Qalbigii fidno ay ka buuxsato madow buu noqonayaa buu yidhi, waa tiimbarays maya, khayr gelayana ma laha. Wuxuu waday sala allahu calayhi wasalam xadiidka muslim baa wariyay, wuxuu yidhi wuxuu gaarayaa qofka heer macruufna aanu faraynin, munkarna aanu dadka ka celinaynin, labadana marka ay isugu mid yihiin, ilaa wixii hawadiisa waafaqsan mooyaane. walidaalika arrinkan markaan arko waxaan soo xusuustaa xaaladahan ku sugannahay. waxaa nagu yar dadka meeshaan jooga inaan nahi aan samayno, aan wax iska reebno. haddaad aragtid adoo ku faraxsan magaalada habeenkii marka laga tumanayo oo fanaanada meelaha laga soo kiraysto, haddii caadi ay ku tahay masjidkaaga aad ku jirtid, hooyo sharaf lahoo meeshaan fadhidana gabadheeda inay aada aanay u damqanin, aabba sharaf lehin ilmihiisa aanu ka celin, haddaad aragtid, haddaad aragtay innagoo telefoonada isku diranayno booking u samaynayna ninkii noo heesi lahaa, haddaad aragtay marka meelaha laysugu yimaada mudadayaadka xafalaadka fisqiga iyo fushxi lagu wado aynaan iska celin, ha noqoto tii good bydaa gabadha lagu sagootinayo, ha noqoto tii welcomte ahayd lagu keenayo, ha noqoto tii halloweenka meesha laysugu keenayo, ha noqoto tii festivaliska oo markaa la samaynayo ama valentines day ama waxaad doonti ku magacaabo, haddaad aragtay arrimahaas oo dhan caadi noo noqdaan oo aadna tiraahid waa caadiyos, wax mushkilada male, haddaad tiraahid iimaankaaga dacfi baa ku jira. maxaa yeele sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa laa yaqdab, ma caroon jirin, ilaa idan tuhikat xurumaatu llah, ilaahay xurumaadkiisa marka meesha looga dhaco wejigiisa laga garan jiray, wejigiisa marka guduud noqon jiray. allaha allaha fii iimaanikum, ilaahay inaan ugaga baqno wey, allah subxaanah wa tacaala wuuna weyndundanaa yowma alqiyaama, meel kasto aan joogno, haddii dhulka aan degannahay iyo gobolka aan degannahay, magaalada meesha aan ka degannahay, xumi haddii ay ka dhacdo aynaan ka damqan oo aynaan ka dhiidhiyan aynaan dhihin ha laga joogo, allah subxaanah wa tacaala wuuna weydiin doonaa. walidaalika xadiidkan dhegeysi waa xadiid khatartiisa leh. wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam, waa xadiid saxiixa oo saxiixul jaamic uu ku wariyey sheekh naasir ayuu ku tasxiixiyey, wuxuu leeyahay idaa cumilat alkhati'atu fi lardi kaana kaman shahidaha aw kaana man shahidaha fakarihaha waqaala maratan ankaraha kaman gaaba canha. xumi haddii dhulka lagu sameeyo qofkii meeshaa jooga laakiin ka hadlo yidhaahdo war ka istaaga, war waxaan waa xumiye ka joogsada, qofkaa wuxuu la mid yahay qofka maqan oo kale, ilaahay subxaanahu wa tacaala u qaban maayo. laakiin waman gaaba canha, qofkii isagoo ka maqan raalli ka noqda oo marka looga sheekeeyo ka raalli noqda, wuxuu la mid noqonaya qof maxay isagoo meesha joogay oo kale. xumida aad ka maqan tahay haddii subixii lagaaga sheekeeyo ama xalay cajaladii laga duubay aad tiraahdo hal ii keena aan marsada ah, ama allahu mustacaan arooskii fisqiga uu ka dhacay gabdhaha ay dalbadaan cajaladda yidhaahdaan waxaan u baahanahay heble say u ciyaarayso inaan arko, amaba fanaankii xalala keena heesihiisaan soo ceshanay, haddaad tiraahayd adna meeshii aad fadhidid kaana kama shahidaha, xadiidkan adigu meel kale wadwaa kaayo waa xadiid saxiixa. xadiidkan wuxuu muujinayaa allah subxaanah wa tacaala marka inuu na weydiin doono qodobka waa qodobka sideedaad ee muujinaya iimaanka inuu dacfi ku jiro. waxyaabaha dacfi muujinaya iimaanka iyo iimaanka inuu ku jiro waxaa muujinaya qodobka sagaalaad, qofka inuu jeclaado inuu dadka ka dhex muuqdo. arrinkaana wuxuu isugu u qaybsamaya dhowr arrimood. kow, wuxuu jecel yahay inuu madax noqdo, in isaga laga dambeeyo, hadduu kursiga isaga waayana nin isaga xigaalkiisuu la rabaa meeshii. maanta dhan waxaa laga yaabaa majliska uu fadhiyo inuu kaaga sheekeeyo un keliya ninka murashaxa ka ah tolka isaga uu ka dhashay. hadduu isaga waayo kursiga ninka hadalka kuu wada, nin kaluu rabaa xigaalkiisa inuu meesha u galo. haddaad aragtid in hawsha keliya dadka ay ku howlayihin, iimaanka dacfi baa ku jira. walidaalika wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam innakum satahrisuuna cala alimaara, kursiga aad baad u raadin doontaan buu yidhi, laakiin qooma may noqon doontaa. markaasuu wuxuu yidhi mid nuujisaa nicmo lahaatay, waxaana baas lahaaday mid goysa oo naas goysa ah. bimacnaa mar uu fasiriyay sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi awaluhaa waxaa la socda, iyo culimmada markay fasiriyay waxay yidhaahdeen ilan kursiga maal baa la socda, jaah baa la socda, sharaf baa la socota, ugu dambaynna waxaa la leeyahay reehebel baa intaana haystay dil iyo eryasho iyo isdabagal iyo waxaasaa ka dambeeya. rasuul allah calayhi wasalam macnaha markuu tilmaamayay. walidaalika wuxuu yidhi in shi'tum anba'tukum can alimaarati, haddaad doontaan waa idiin sheegaya ee dhegaysta. wuxuu sala allahu calayhi wasalam xadiidka tabaraani ba wari saxiixul jaamic uu ku soo arooray awalkeeda waa isqabqabsasho,
marxalada labaad ee madaxtinimada uu yidhi waa qoomamu, marxalada saddexaad wuxuu yidhi waa cadaab yowm alqiyaama ilaa qofkii cadaalad sameeya maahan. waxyaabaha mawduucan soo hosgalay waxaa ka mid ah, haddaad aragtay mar meel mala isugu yimaado fagaaraha dadku markay fadhiistaan, inaad maanta dhan adiga inaad hadashid aragtid, qofkii hadla waxaa laasug waxba ma ogine. takhasus kastoo la gala adaa ka hadlaya, injineering baa la galaya adaa ka hadlaya, medicine baa la galaya adaa ka hadlaya, wax kastaba waxaa tahay nin faylasuufo qaamuus soconaya taa adaa hadlaya. sheeke taada aan ahayn mooyaane meesha inay ka socoto ma jeclid, waa ku amar taagleynaysaa, iimaankaaga dacfi ku jira. waxaana laga fahmayaa xadiidu rasuulilah sal alay wasalam wuxuu yidhi sal allahu alayh wasalam, iska ilaali, ittaquu haadihi almadaabix bimacna almaxaariib. maxaariibtan waxay ku fasiri jireen waa meesha suduur almajaalis, majaalista fagaarayaasha laysugu yimaado, qofka inuu keligii un wax ka sheego. waxyaabaha lagu aqoonsanay waxaa ka mid a, qofka markuu jecel yahay inaad dadka u istaagaan marka meel la yimaado, ilaan waxaa kugu jira dacfi aad dareemaysid, waxaad rabtaa dadko dhan inay ku istaagaan adiga laguu sabciyo. haddaan saa lagu dhihina noocan maa waxaa laga yaabaa noocan maa inaad furka tuuratid, xaaladda waxaa lagu aqoonsanaa iimaanka inuu dacfi uu ku jiro. waxyaabaha lagu aqoonsada waxaa ka mid a qodobka tobnaad, gacan adayg iyo lix jeclaan iyo ku dhegitaan iyo gacantaada oo aadan jeebka aadan u dirayn ilaa allaahumma in feer lagugu dhufto mooyaane si kale aad ku dhaqaaqaysid ma laha, xaaladda marka laysku arka dacfi baa iimaanka ku jira. wuxuu yidhi sal allahu calayhi wasalam, laa yajtamicu shuxu waalimaanu fii qalbi cabdin abada, bukhli iyo iimaan lagama yaaba qalbi muumin inay isugu tagaan. xadiidka waxaa wariyay nasaa'iyo saxiiljaamicu ku soo aro 2078 mar raba lagama yaaba in laysku geeyo. walidaalika culimmada waxay sheegaan waxaa jira ama xadiidka rasuulka sal allahu alayhi wasalam wuxuu yidhi iyaakum washuxa, war iska ilaaliya bukhliga, lix jeclada iska ilaaliya. dadkii idinkii idinka horreeyay taasaa halaagtay, bukhli buu faray inay gacanta maalka ku dhagaan way ku dhageen, qaraabada inay gooyaan buu faray way gooyeen, kadibna wuxuu faray inay fujuur la yimaadaan fujuur bay ku dhaceen buri. saddex arrimood buu markaas mariyay. xadiidkan waxaa laga yaabaa in laga fahmo saddexda macno oo bakhiilka iyo la'iimka iyo shaxiixa u dhexeeya. bakhiilka diyaar umaha inuu wax bixiyo, la'iimka inuu isaga wax bixiyo diyaar uma aha, laakiin maalka dadkana wuu rabaa. shaxiixa inuu wax bixiyo ma rabo, maalka dadkana wuu rabaa, qof kale jeebkiisa inay ka baxdana ma jecla. saddexdaba xadiidkaa lagu hewaa maraaxisha saddexdaa shaxiixa waa tan. wuxuu leeyahay kow, amarahum bilbukhli fabakhilu, tiisuu ku dhegay, wa amarahum bilqaiicati, dadka kale in la siiyuu diiday, wa amarahum bilfujuuri, dad uu hortaagan yahay. waa macnida markaa laga fahmi kara xadiidka. walidaalika allah subxaana wa tacala wuxuu yihi haa antum haa'ulaa tudacawna litunfiquu fii sabiili illahi faminkum man yabkhal, war waxaa laidinkugu yeeraya waa infaaq fii sabiili illah. walidaalika aayaddi qur-aanka maxay tii suurati albaqara, ashayaan yuciidukum alfaqr, marka lee wax bixiya shaydaan baa wuxuu idin leeyay war cayr baad noqonaysaa ka istaag. marka arrin uu shaydaan uu ka talinayo waxaa arrinkaa daliil uu yahay inuu meesha iimaan aanu jirin, iimaankuna markaa uu dacfi uu ku jiro. arrinka 12aad ee lagu aqoonsanay iimaanka inuu dacfi ku jiro waxaa ka mid a, qofka wuxuusan samaynayn inuu yidhahdo waan samaynayaa. qur-aanka aayaddii waxaa ahayd ya ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun, waxaydaan samaynayn maxaa u leedihin waan samayn doonnaa. qodobka 12aad waa kaa, haddii laysku arko aan isku aragno in ballanteennu ay badan tahay, ballanta laga sheegay dadka i b m-ta loo yaqaan, insha allah buu ku leeyay soo noqo bukra, haddana maa calay, saddexdaaba isu kaa raacinaya. haddaad is aragtid inaada ballantii aadan ka soo baxayn, in ballan walbood gashid aad guub yeelaysid markaad aragtid, iimaankaaga dacfi baa ku jira. qodobka 12aad, qofka inuu ku farxo dhiibka ku yimaada walaalihii muslimiinta ah. muslimiin baa meel lagu jabiyey, dad baa la eryaday, dad baa dhib ku yimid, dunidan ilaahay subxaana wa tacaala uu ballaariyey dacladeeda iyo guudkeedaba dad baa lagu gumaadayaa, caadaldaraa ka socota, insaafkii baa laga tegey. haddaad aragta arrinkaa inaad u damqanayni, iimaankaaga dacfi baa ku jira. waxyaabaha muujinaya waxaa ka mid a, dacfi inuu jiro qofka markuu dembiga uu samaynayo ama ficil markuu samaynayo wuxuu ka fiirinayaa un keliya ma dembi baa iga imanaya mise dembi maaha. waana su-aasha culimmada ku badan, wuxuu ku leeyay sheekhow, masaladan iyada ah makaraahiya maxaa yacni diyaar umaha inuu ku weydiiyo qof horta imaanaya oo ku weydiinaya ma laha maxaa laygaga baahan yahay. horta wuxuu weydiinaya dembi inuu ku dhacay in kale bas. markaas wuxuu ku weydiinayaa haddaad tidhaahdid arrinkan ma banaan, wuxuu ku leeyay makaraahiya, waa karaahiya markaa tii, wuxuu karaahiyadeedaas ma badan tahay mise waa yar tahay. haddii qofku uu gaaro heer
dunuubtu ay la sahlan tahay oo gaar ahaan markii dambi uu galayo uu ka yiraahdo dambi uu soo gaarin kaliya laa liya walaa calayya masalada oo kale arrinta dibkeeda ay leedahay walidaalika rasuulullaahi calayhi wasallam wuxuu yidhi faman waqaca fi shubhaati waqaca fi lxaraam qofkii ku dhaca waxyaabaha labada sohdin u dhexeeya xalaal iyo xaaraam xaaraam buu ku dhacay buu yidhi wuuna tilmaamay sal allahu calayhi wasalam صلى الله عليه وسلم حديث وعوك يري وحد عيد دونت يوم القيامة لا علمنا أقواما من أمتي وحن أجان دونا بيردد ومرد إذا كم إذا أو إيمان دونا يوم القيامة وحلا إيمان دونا جبال تهامة بورها تهامة عمل لك أو عد أو آد عدام بدن يعني هر هر كي جارس زيهم لكن وحرا فيجعله الله هباء منثورا لكن إله وحك دي عماشة صدا من وحك سوقار لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ارك او يركدي صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم با استاغ و خيره ثوبان اها و يا رسول الله صفهم لنا حلهم لنا او دلهم لما في روايات رسول الله نوصف ددك سينا او غانا رنا من اعمال فربضان لا ايمان دون يوم القيامه اعماش سن الله به دون وح كسو قاد مله يا رسول الله من هم ارن سهل ما مركز خيره صلى الله عليه وسلم و هل يخيره ددك وا ولالهم بي هرجين دوبكين ليهم بي ليل كساء وتكتان وتكذان وصلاتك ما تقتل لكن بربلامك هاي سايم حيا مرك محارنت إلهي إيه لك للنقضان بين وابيالين مركو كل جيا حمد وضام صميا قرق مركو جو حلقة عدد مركو أجدوا إنه يراني نجوا رجيا قناتك كان ناقم بسوق جلسة كل جي مركو يهنا وشتو دتك مركو أجدوا حلقة إنه يراني نجد داي وحرام لكن مركو جاني صار إنه يسوي وتو هذا إيش أركت إن هذا إزدواجية لهذا dadkan waji ay kula joogtid marka gaar ju joogtidna waji kale alleeda iimaanka dhaafi ba ku jira wana arin dibaateedada leh oo markaan u badanahay walidaalika masaladan iyada masala muhiimadeed u baahan weey wana muhiim in lagu baraarugo arimaha soo kala arin kale aan gudbay waxa tan maxay leh intaana ka gudbin sallallahu alayhi wasallam arin ka markuu tilmaamay wuxuu yiri qofka muuminka ah maruu tilmaamay xaal al munaafiq marka laga hadlo ibn mas'ud baan ula jeedaa wuxuu yiri qofka muuminka ah dambi markuu ku dhacayo wuxuu arkaa in buur ay oo hoos fadhiyo aysa ugu soo daganayso laakiin qof qofka munaafiqa wuxuu had moodaa buu yiri tuqsisa wajiga umar saa iska yiri wax weyn lama ah hadii dambi yar markuu ka dhacayo aadan wax weyn aadan ka dhigan oo noocan ma aadan hadigii salafki aadan la maro aadan dhihin allah ilaa maanta meel xun baan aaday wax xun baa iga dhacay haddii arrinka aadan u damqan oo saad uga shalaayeen arrinka waa khatar ku jira arrinka 14aad wuxuu yahay macruufka wax kasto wanaagsan oo la liido diinteena ma sheegin in shay macruuf la liido macruufku waxa la jeedaa amal yar ha fududaysan meesha aad fadhiday haddaad aragtid kursiga aad ku fadhiday nin muslim walaalka meesha soo mari lahaa inuu ciriirku istaago leex ha fududaysan unan yeesay inaad ajir heli doontid sallallahu alayhi wasallam xadiis wuxuu ka laa tahqarna min almacruuf shay'a wanaag asmayni sahyaraysan ilaahu aad ka dhigtid qof muslim walaalka waraab doona oo weelkiisa biyo aad ugu shubtid ilaahu arinku uu noqdaa qof muslim walaalka ka soo horbax waji furfuran ad kula kulantay inta baa kugu filan xadiis waxa ku soo aroray nin baa wuxuu soo maray wado wuxuu ku soo maray laan geedeed oo saa marka meesha u dhaxtaal bisha wadada dusheeda markaa wasiir maanta waan ka leexinaa bar wuu ka leexiyay fa dakhala al janna jannu ku galay sallallahu alayhi wasallam xadiis muslim baa wariyay walidaalika in macruufka la liido shaydaanka ayaa ku farxaya wuxuu rasuul sallallahu alayhi wasallam xadiis waxa uu ku yiri شيطانك وكقوست ان يعبد في جزيرتكم هذه وكقوست ان لو عابده وفي روايه واحد ايس وفي روايه ايس وان اسكو معنى وكقوست لكنه رضي بالاعمال ما تحقرون رضي من الاعمال بما تحقرون او كما قال صلى الله عليه وسلم وحاس كفلا عملك كان لي ديسان حتى مركو قفكو وسو قال السلام عليكم مركو يراهده وعليكم السلام ورحمه الله اذا مركان كتك انت شيطان كفلا لبا ركعوا السنه تحيد المسجد انك هرت انت سا كفلا خير مال لو هيو اد كغابد انت سا كفلان انت وتفسيرك كواد علماء اي سارين رضي من الاعمال ما تحقرون اما با الا يرادو شيء وقفك فضيستو دنبي انو كدغن ما كان معنى هذا وي وقاموسك مركا نوغو جيرتا رضي من الاعمال ما تحقرون انا كشني تبنات قفك انو سلف الجلين قضايا المسلمين تيو هر وها اهيد انو سنو دم قلنا كتن وا مخي على الاقل دعاء لباهيا qof muslimo walaalka dib ku yimid duca lagaaga baahanyo ummad baa dib haysata duca lagaaga baahanyo laakiin hadii aadan kala jecleyn keliya aad u damqanaysitan adiga ku taabato tolkaaga soo gaarta mooyana wax kale aanay ku xisaabsaneyn iimaanka dacfi baa ku jira waliyaalika sallallahu alayhi wasallam xadiis waxa uu ku yiri
إن المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. قفك مؤمنك ذاتك مؤمنين توجرا بوسك مدح جرك وجرا وكله يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس. قفك مؤمنك وقدم قضاء حنون بودر ما ذاتك مؤمنين تمركب حسوك غاران سيدا مدح وكو حنون جرك مال كمدا مركب حنونس وكو حنون مال انفرت مركب حنونس مدح وسوك له لقطة كحنونة سمدحة كحنونة نير فورد ويسكو حرين أدنى الساسو كلا لقاقا بهاية هدي قضايا المسلمين ما لها كدعية أو أخبارتو أن كم قلنا آني نقاجين أرنكا مركا وحموجين ضعف إنو جرو وحيابها الضعف إنو موجين وحا كم إذا ذاتك مسلمين تولا له كلا داتا لما نين أولي قد سوى ذا سعين جري لما الروح أولي قد وذا جوغ جري أيا وحا عركي سامانون إني كلا ددين هبل الحق وكبحيان هبل الحق وكبحيان انفصام عور الاخوه مركه اتماد وحو موجينا ضعف الاخوه ضعف وحو موجينا الايمان حديث با موجينا وحو ليه ما تواد اثنان في الله عز وجل او في الاسلام فيفرق بينهما او بذنب اول ذنب فيفرق بينهما اول ذنب وحو صلى الله عليه وسلم لا بروح الهي درتي اسكو جعلاده مركه كلا تغيان وحا اي كو كلا تغان ذنب متكود او قال روايه قاركود موجينا وحا لا يبي انها ترى هبل وحان كسمي اني ما اقان انت سان حرير لهين صاحبان هين خير كان اسكو شيغي جيرني مالها خيرات كان اسو بهيسن جيرنو اسو ان تغي جيرني واخ كسا نغه دخين جيره لكن نينكا وحان اركا لغا بلا مالنتا انو سلانتي لا غرم مري قبر با وحله ولا شيء مسمد انت سان ودا دق بجنا خير با نغه دخي لكن ما انت ما غراني وحان كسمي وي اورد وحا لو با سلف كو وحا لو يقانا انو اسكو لابتو قف كو يرا يا دنبي غلي ميتكود با دنبي الروايات قرقد وحلي بذنب يحدثه احدهما لبد متكم اذا دنبي او غلى با كاني كر لبد قفود اني كلا تغن دنبي مركو يمادنا ايمانك با داوعمى ايمانك مركو داوعمنا ضعف ما ماشي يمد معناه ومي مركا ولذلك صحابه رسول الله سلف الامه وحلا بيقان وحي ليه حدي ان دريم دابده اناني دقائقين واسم راجعين جرو وحان اوغان جرو انو دنبي انان غلى مركا ارير مركو نغو ادكاد انو دنبي جرو اوغو دنبي ادو ماشي جرو ضعف با جرو أرن جلس تدبيت ونادو حيا قفك إنه صندري من مسؤولية دسارا الدين كان كسارا واحد نودا خيرات كذك الله شجع إني كلي أقاب بسيهن أفر وذاد عمامة وقت واحد نودا إني أقاب بسيه كلي مراكز إسلامية لكن ذك أنا أفرج كما شن فديه المسلمين تاع إن أنا نود قاق إن الدين هذا الدين يا كود دين إن أتقادة الكتاب ير او لقد ددك يفهم ميان كو قران ان ادو جيس غري اد غراده تيرا كتاب كان قاد اسلام كو كهليا ما كو ديده لقد الله سبحانه وتعالى كو برى ان ادو ادكسدين دينك الله كو فافيد دركتي ان وحنا ان شقداد انا اهين صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرق الطفيل بن عمرو الدوسي هذا الصحابي انت ودخيس ارق مركو اسلامي مركو دعوه ودقاق مدير با ودخيس فمام بن اثال وحلا شيغا نينك كان وحو اها اهل يمامه اي مدحوها ولا صوت حبر رسولك الله كان كدمن جيت بالغو خير كدمن اسلام كي با لو بندغي الله سبحانه وتعالى ونور كي مركا قلبي سكو تور كدمن مركي اوغو هريتو مكا ادو عمره ادو عمر مركو ادو كدب بو كفار قريش خد ضو جيدي ولا هلو دمانت دو خير دغيست لا يصلكم حبه حنظه من اليمامه حتى ياذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سو غاري ما يسبير حبه سرينا او اذا كغي ايمان جرت حقا يماشي اذا كغي ايمان جرت إلا رسولك وكيد مبين لقد بالله بسعد دام بالإسلام كان يكون تطبيقنا نينك كان ولا سوقبتي شرع إسلام الله شيئا ما لنتك لو عمر يسي ما لنتك لو حوتاق وحوتاق هي درجة أوليها إسلام كان كترجمة ومسؤولية الله أبا هي وأنا هل يابن إلي رادتك صوحي متسان جنة فلان مبشر بالجنة يصغرونك سعاني إلي يراد هبل وإيمان سعاني هل يابن محايل إسلام كودة مقنجر وحال الله يابن محاضرات كان ماشي اللي شيئا إنا يتهيب كلية دكت النقلي tan kalana kabbihi laakin qofka meesha uu kaga tago laakin markii notice ka qofka uu wato qofka muslimka kale aan gaarin uu la daba galo markuu telefoon u diro yiraahdo khayrkaas baa jira darsiga masjidka markaa ku soo dhageysay aad sii socotid intaana aadan fariisanana sidii mashiinki ama shinnidii oo kale maantana aad u shaqeyso aadan istaagin ilaahay subhanahu wa ta'ala markuu ku gargaaray waxyaabaha muujinaya iimaanka inuu dhaaf ku jiro waxa kamida qofka markay mushkilad yar ay timaado uu argagaxaya khalas ولا سوى قال يقول لي أن نقول دم بارين تا كوا دسمن ترتعد فرائسه إسوع دم بقريره وجرانا أرين كده ما يسبدله إيمان كل وجيسنا يا حشلة ماشان بوجر بقول إسديتم بوجر حق الوجيسنا يا هذا دارك تد مسألة ير
ama dhacdo yar ee mushkilad yar markay timaado inay markiiba ku rogayso meel kale aad u socotid iimaankeenna dacfi baa ku jira ogow صلى الله عليه وسلم حديث بو كنت ما معنى ساس وكلا قفك مؤمنك وحيابه الويقان إن مركا وقف سجن وياه وحيابه الويقان ضعف الإيمان كوحا كمن يقول سجالي تمنات قفك إنه ما عندنا ضاضة المدرب هذه جدال عقيم وضاد أنا مرن أنا الهين ما أنت دم ضاضة وحقوق ضاضة ما تقانة قارب الحقوق ليه كلا أن ضادنا وحكمة المفردات كأن قصوا بيري مركا تقال ضايد عين كلا أن ضادنا كالي أن مرنة قلك الضوضة قلك دت في سر ديني قلك يهب اللي جور ديني واتبال تقول نجبه عن ضمن صلى الله عليه وسلم حديث كبير ضد ملو ما بيرهنون كذب إلا وحال سيء الجدل ضد ضد إلى سبحانه وتعالى كتبتليه حديث كلا نوح موجيني صلى الله عليه وسلم إنه يري أنا زعيم ببيت في ربط الجنة وعنوك فعل قاده جور الجنة كيالة لمن ترك المراء وهو محق وإن كان محقا قفك كتك الضوضة إيا إسك هذلك حتى هبض دومت بمعنى هير حتى أداد جوكتد آد رنتي آد آد محق أتهاي إن الضوضي آد قشي حتى آد كتكت إلهي دلتي أو كتكتد جنة الغوبة لنقاذ جنة ذا وحي كوحي رنتها ماشا أتكن عن علاية ذا نكتن جوجي إنتا سا جنة ذا ذا حكتها حتى آد إسا ركتد إن الضوضة آد حسيني دلك قاركين وايد ضوضة محل غيابا وأنك عالم كسيري يجادل لذات الجدال والله الضوضة أبو مغلو الضوضة ما أوجا تامها أو كدولي أما جنتها أو كهله نين كان هرف دي وح يسكو هستان ما أوجا وأمور ما يمان تبان وحرب ما عشان شذينا وكل وشذينا أرن كان مركب موجين يا ضعف الإيمان وحيا بضعف الإيمان موجين وح كم إذا قف كما أنت دان إن الدنيا موجين وح كلام أنو رادين ما أنت دان من الصباح لليل شلم برادين قاموس كيس كم جرتوا كم بجرا بحرك عيله لو تكل جدول كيس يومي كم جرا هل صفحة قرآن إله إلا الله فرست تيميه صوتنا من الأول إلى الآخر 24 ساعة على مدار الساعة كمجرته هل مر إله سبحانه وتعالى استغفر الله والاستغفر كمجرته ولذلك صلى الله عليه وسلم لا يتمعان في قلب العبد في قلب عبد الإيمان والحسد حسد إيه إنه قفك وحاسد إنه نقضه إلا أن محايا لمركة الدنيا الرابين يسرق بأي سحقا نيسان دك مركة سحقا تاني حاسد بأي مانا إيه لا بد أن قلبي جمومك يسقون متقو، وعيابه قذب كل إلا بعد تمنه وقذب خطيرة، قذب كان نروح وجار وياه دتك متعلمين تا مثقفين تا، قفك مركو هلا إن هذا الكيس بقى لو أركن آية دي حديث، وفريا ما أنت دن قال فلان جريد فلان باوحي تري جريد فلان باوحي تري مفكر كيف فلان باوحي تري آية دي حديث بالغم هاي، ما أنت دن وهلا وحلا غيابه خمس ساعات ست ساعات منك ما شافني. أما شف أن فدينه أركب ثقافة ذا إياه وحيامان تنوير كي يكون مجعبان أما يكون مجعبان البحني ماذا يكون مع إن لو أركب ما أنت إللي قال فلان بير آيدي حديث من الوهيب هذا حديث كان هو ضعيف هذا ضعيف لله إنه حليم حاله ضعيف هرك أمرك قفك أجاره وعدو قاتا إيمانك ضعف بكجرة قطبك لبي لو تنادو عيا قفك إنه اهتمام جارسي نفس الديس محرن لها محرن لها ماشو دقي لها وحمان ترى نكون مشكول سين كماليات كضروريات كما ضروريات ده واحد داد ويريد قفك وولد أودي مري كماليات نو واحد داد هشي هداد هيلين وحوين أنا هاي كماليات نكون مشكول سين لبا إلا باتن قضب وأما والله باتن إلا با 22 قضبا ماشي كشغل هدان إشكو أركام هذا إشكو أركت وحد دقاتا إيمان كان ضعف الكجرة إيمان كان ضعف الكجرة أسباب ما كان يمرك إن ضعف جهر إن هرك أن لجار محاكين إيمانك محاها صدقة وحيابه هوس ديجا وحكم ذكوا قفك أو كفك أجواء ذي إيمانك هاي ما لها إيمانك الله هاي حتى واحد دريم إن أمرك ما لها كل سجون إيمان علم هذا النهار فريستان وكلمة خير إن ناس يجان هذا آذن دريم إن بإيمانك أقر أسي كعيا محيا لو حتى قوم ما ينسى خلاصات كات قشي خير آذن سمينا وتمني يساي وحد وقول قلت هاي سو حلا مرء جانس مهل الدوان عن سمية إيمانك وسيك عيا، مدمر كأن موجاتين هاس بوسي ده دقيا إيمانك، إيمان الأجواء الإيمانية أو اللي جفوا هذا ماشى خير كالوها يأيا كان إيمانك إنه ضعيف ونقطة. الله سبحانه وتعالى قرآن يكير ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب ما نيكسجن ميان كدوان قال يا مؤمنين تقلوبتوا ذين خشعوا أو قلوبتوا ذين أنججين أو أنا لم نقدتك يا كهر يهودي نصارى
مددي مركي كديراتي هوس كحريق فطال عليهم الأمد بمعنى مدة دورة أو يعني عن القياس كرين بسوا ركتي خير كي كديرات ولذلك يقول لي أحد الصحابة أيضا مركي سود دقيسي مركي لنا عنانني يعني مركي أن إسلامي مركي عنانتنا ناتمين إني رمبا ولا حيسي قارو حليه مركو رسول الله صلى الله عليه وسلم وجريوده إيه نوعا ما بعد أن ضعف إذا مركان درن إير بقول حيس وأنا ما أنت مسألة ساس وكلاء أو تلمام يعني القدوة صالح مركان وجودنا هدي مركا أرنك مركو حمودنا يا الابتعاد عن الواجب إيماني هدي لجاوة ما لها خير كا إيمانك ضعيف بون قرية سادرت وين ديالة المالين شقك استود لا مزجة كحرنت وين ديالة وين ديالة الموسم خيري أضدك مركا يسوقي ما وين يالنا سي إيمانك مركا وكر قدر كلا بعد إصاب النقضي إن إيمانك ضعيف النقض القدوة الصالح قف وقف كان قد إذا ما بلهابا كلي إيسا السعد إيسا قا شيخ اسكوا كتاب كالفورة مسألة ما شو دان وضيع إيسا قا شيخ اسكوا وحقول لي الدين كان واسكو مد اسكو صاد ضد وإلهي كعبسو كدمنا عقلك الدين كان واسو دان خلاص ماشي سوء تاجنت فتودسي قوتك مركو القدوة الصالحة هو ضعف بوزوج لأن واحد مباها النهاية قف نير هذا وادخل دنتين واسحزنتهن ندير قليا نعليا نير هذا هرو دقائق نبهنا تيها دي لو أنا ضعف ما ماشي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك مركو جريوده الله آسي الله حبالي قلوبتي أنا عيان إنكرني إنكرني وح ولا جيدان قلوبتي أنا وح بقى إسكب بدلي وح موجين إسا وأنا صحابه دينك أوجيدين بالله وقفه خير كأوجيدين بالله شاك جهاد كأوجيدين بيتاج نايل رسولك ولي ما أتفارق ومع ذلك وحيل مركو رسولك جريد وحباسك كين بدل ولذلك قاركون مركز سفينة وحيلين كالغنم في الليلة الشاتية المطيرة واحد مودا سيد أكل الرمان أكل هبابين واحد مودا أري داقية هبين مركا شتاء وجره وقبو وجره رامنا ودأيو سيد مد جيس كأوس تاجس مد كلا وغير ديرانيسو ساسو كلا نقدم برس الله عليه وسلم مركي ودجيريو ذكدي صورت السدحات قفك العلم الشرعي إنه هرتك ديران ضعف الإيمان بموجنيا اللي هذا الحمد لله لأن أجواء إيمانية أجواء إيمانية وأم حسيدة ما يشان وكل منتديات كان ليسوا بهم هذا لكن علم الشرعي مركو كده يراد أقرنت كتب السلف مركو كده يراد أو نبر لها سجنان شهر لغسجنان إيمان كإله دين كإله لغسجنان إيمان الإيمان بالله ودين الله نبر يا هدان كده يرانه ضعف ما يش إيمانية ولذلك كتب علوم هذا أياد مش يجدين واحد كم ذا كتب ابن القيم الجوزية كتب ابن رجب يوحي لم ذا قف كان أو يرى وحيابه فكر قاد يد ويرى ما حال كلما كتب السلف كتراث قف كل حريه إلى سبحانه وتعالى إيمان كسو بركانه ولذلك وحيدي جرن أهل الحديث هم أهل الرسول وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا أهل الحديث كعد أركيسان وأهل كي رسولك هدانا إسجي لجوجين أنفاس يسويه أفكي سكصوب بحيل لجوجين بيلا أرنك أفراد يقفك رنتي صابوا النقون كروا محي إسجوا كل نال أما بجوجا مال معاصد أيكو بضنتا قفكم مركو فريست مال ميت كان الرسول كقول عنضيو ميت كان دينته وحكي شيءيو كان أوسيجار وكدم منيو كان هرتيس يكون قيل له مد وح وضان وكل شيء جاي مركو الجوع قلبي يصدم وتأثير بقلي باقلي يصدم بس بدله ما حدوا علينا إصادت كان الماشي الدجن وإذا عادي أنا لصالح الدين أنا هين تلفزيون كي أنا هين مد دين كشيء كاني جورنال كي وح قاقوان يكون مسورين وح مغلس الإسلام وح لقي شيء جاي وياه نيك جيس كاج الجوع أن لقوا أجين إيمان كي وح لا أنت صدم مركو يسوق حتى إيمان كهواس بقلي ولذلك وان أجنا dad keenan meesha jooga iyo dadka afrika jooga u dhaw meelaha aadaanku ka baxo iyo wadamada khayrka lagu hayo farq weyn noo dhaxay heer waxaan gaarnay marka la adin xitaa aan naxno oo qofku yiraahdo ma adin adin qor loo qaado xitaa aan maqlin heerka marka la gaaro ama xaaladda marka lagu sugnado iimaanka wuxuu hoos buu dhacayaa waana asbaabta keenta walidalika sallallahu alayhi wa sallam aan farbado marku baraarujiye waxa kale oo sabab u noqon kara qofka adduunyada marku israaciyo sallallahu alayhi wa sallam xadiis waxa uu ku yiri حديث أبو حواها وحديث صلى الله عليه وسلم وكسر حتى الله رب العالمين أي حديث القصية لقمة عابا إن أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مالك وحنا نسيت الجنة صلاة دنا إن لقوا زكاة دنا لقوا بحية ولو كان لابن آدم واد ابن آدم كهذول الهان لها وادي رواية كقارقود والذهب بيموجنا يا مت كلا إن لقوا درج على الله
laba haduu lahaan lahaa mis saddexaad buu ahanqaltaagi lahaa markaasuu yidhi sala allahu calayhi wasalam qofka bini aadamka ah allah subxaanahu wa tacaala fi alxadiid alqudsi laabtiisa ma buuxiyo ila turaab mooyaane xadiidka xadiis saxiix aljaamic markaa ku soo ororow waxyaabaha iimaanka hoos u dhiga asbaabta keenta waxaa ka mid a qofka isagoo ku mashquula maalkii iyo zawjadii xaasaskii iyo maalkii iyo maxastii iyo owlaaddii howlahaasoo kale qofka markuu ku mashquulo iimaanka hoos buu dhacayaa xadiid baan ku soo koobaya sala allahu calayhi wasalam uu saxiixa xadiidka wuxuu leeyay saxiixul jaamic ku soo aroray 1990 waa nambarkiisu waa sida alwaladu maxzana majbana majhala mabkhala buu yihi sala allahu calayhi wasalam ilmaha adiga aad dhashay maxzana murug bay kuu keenaan majbana fulinnimay kugu beeraan majhala jaahilnimay kugu beeraan mabkhala gacnadayg bay ku bidaan afartaa buu yihi sala allahu calayhi wasalam xadiis saxiixa haddaan u baxo majbana ama aan ka bilaabo mabkhala nin walba wuxuu isleeyay shilinka uu bixin laha wuxuu leeyay ku dheg ilmaha kaa dambeeya bukliga meeshaasu ka yimaada majbana haddii jihaad ilaahay iyo khayr loo baxo wuxuu leeyahay may waa laga dambeeya awlaad baaga dambeysa fulinimada meeshaasi jirtaa majhal hadduu wax baran lahaa wuxuu leeyay islaamihii waxaan ku mashquulsanahay awlaaddii meeshii khayrka lagu baran lahaa shaqo kuma laha imise wax baranaysa markay guursadeen gadaal u baxay wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam maxzana maanta ilma aad dhashay dhib yar markuu ku yimaado maalintoo dhan murugbaa ku qabanaysa afartaa shay ayaa sabab u noqon kara inuu iimaanka hoos u dhaco maxaa ilaa haddii fulanimana lagaa helo bukhlina lagaa helo xusnigaaga maalaacnigaan u bato jahlina lagaa helo iimaanka hoos buu dhacaya iyo wixii la mid a walidaalika sala allahu calayhi wasalam masii gudagelayna faahfaahin fara badan buu arrinkaa markaa uu ka bixiyey waxaan u gudbaynaa maxaa dawo noo noqon kara haddaan garannay aan is ogaanay iimaankeena inuu dacfi uu ku jiro aan ogaanay asbaabta keentay inuu iimaankaa hoos u dhaco maxaan ku dawayn karnaa waa dawadaan raadinay dhammaanteen dawadu waa basiid intaan dawada aan u gudbin waxaan rabaa inaan tilmaamo arrinkan horta cudur markuu yimaado dhakhaatiirta waxay kow ka hadlaan ugu horeyn horta ma la dawayn karaa mise lama dawayn karo dawadiisa ma haynaa mise ma haynaa mise dibaddaan u raadinaa hebel ma waddankan baa lagu qalaa mise waddan kale aan u dirnaa laga hadlaa horta waxaan ka hadlaynaa arrinkan aan ka hadlayna horta ma la dawayn karaa in la dawayn karo dhowr qodob baan ku muujinaya sala allahu calayhi wasalam xadiid xaakim uu ku wariyay mustadrika sheekh naasir aa silsila saxiixa uu ku sheegay 1585 buu wuxuu leeyahay ina aliimaana layakhlaqu fii jawfi axadikum iimaanku wuu baaliyoobaa wuu dhammaadaa iimaanka laabtiina ku jira wuu dhammaadaa kamaa yakhlaqu athawbu sida marada u dhammaato kale u dhammaado fas'alu allaha an yujadida aliimaana fii quluubikum ilaahay waxaad weydiisataan in quluubtiina ama iimaanka quluubtiina markaa uu ku cusboonaysiiyo xadiidkaa wuxuu noogu bishaaray inay suurtagal ay tahay iimaanka in la dawayn karo dacfu aliimaan in la dawayn karo ayuu noogu bishaarayay xadiidkaa wuxuu noo muujiyey bimujarad gacmaha kor aan u taagno in ilaahay subxaanah wa tacala iimaanka noo soo celinayo kow qodobka labaad wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam xadiid kale uu ku yihi silsila saxiixa uu ku sheegay 2268 sheekh naasir wuxuu yidhi maa min alquluubi qalbun ilaa walahu saxaaba ka saxaabati alqamari ma jira buu yidhi qalbi ilaa waxaa isku gudubta daruur baa isku gudubta sida daruurta dayaxa isku gudubta oo kale oo qarido kale markaasuu yidhi baynama alqamaru mudiiun id calatu saxaabatu fa adlam iyadoo dayax uu saa u ifayo ayaa waxaa ku imanaysa daruur baa isku gudbaysa kadibna wuu gudcuroobaya mugdib uu noqonaya idaa tajallad canhu fa adaa marka ay ka faydanto saa ugaga leexatana wuu ifaya arrinkaa warka wuxuu muujinayaa abuu naciim asbahani uu sheegay abuu naciim filxili uu ku sheegay wuxuu muujinayaa xadiidkan wuxuu muujinayaa qalbigu siduu nadiif u yahay waxaa ku iman karta wax markaa ku iman kara markaa isku gudba oo qariya sida dayaxa siduu u ifayaba markii haddii nalkan ifayo mara saa loogu hago markiiba mugdi uu noqonaysa meesha wahaa kada aliimaan siduu qofka iimaankiisu saa ugu shidan yahay ayaa hal mar wuxuu noqonaya qof iimaankiisu hoos u dhacay waana xadiidu rasuulilahi sal allahu calayhi wasalam marka arrinkan wuxuu muujinayaa inaan laga quusanoo ay jiri karto ama ay iman karto fursad ah oo ilaahi subxaanahu wa tacaala na waafajin karo haddii maanta iimaankeenna uu saa u noqdo mar un in laga bixi doono arrinkaa wuxuu muujinayaa in iimaankii la dawayn karo qodobka kale aan u gudbaya wuxuu yahay caqiidatu ahlusunna waljamaaca ayaa waxay tahay murtakasaad bay ka dhaqaaqdaa culimmada markay ka hadleen bay wuxuu yidhahdeen iimaanka marka la qeexayo nutqun billisaani waa wax afka laga sheego waictiqaadun biljinaani qalbigana laga ictiqaadiyo wa camalun bilarkaani xubnahana laga sameeyo markaasi waxay ku dari jireen ataxaawiya
يزيد بي الطاعة وينقص بي العصيان. ضاع قفك مركو لي ماذا كرب أكعى معسي مركو لي ماذا هاصب أدعى. وحنا مودنا قوله جل وعلا أيكم زادت هذه إيمانا. منافقين تمرك ما شاف ديان آيات يسودك تويس ويدينا يعني وريا إيمان كسو كرده ويس ويدينا بمعنى وحى أجين إن إيمان كرنا أوقع هاصنا أدعى. وحمودنا قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. قفكي حمي أركا قعنتها كبابيو هدوسا كرنا أف كيسا عرب كيسا وهكا الله هدوسا كرنا قلبك هكنا مركز وحي راسك حريقة. وذلك أضعف الإيمان ماشا قد بيس إيمان كواكا أضعف مركو يري إني ماشا إجرتان أغنها أقوان إني إجرتان أغنها محالة شيء مركز لهلا أبس كيسا وجرة. ولذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سلف هذه الأمة وحال قصوا ورينا إليه جرى من فقه العبد قفك إنو الدين كفهم سيء وحال قوقها إنو دريال قارة أوسية إيمان كيسة محا نقصانة محا زيادة قفك فقه كيسة وحال قوقها إنو أغاد إيمان كيسة كرم وكعي مسو هصب ودعي وحي لمدة. ولذلك ودركتي هذا مرق قفك السوق ودحمره دو مرقا قاوان ماشي جوغان ماشي موزيك وكتشنيها ماشي فيلم وكتشنيها ودريمس أضوء عرير الدريمة يا صاحب حيسان قبري مركز استاكتنا أدول استاكتنا ضدك جيري وضد ضدك يهرب الله حوالا سوء حسستنا قلبي جاك ودبع يا عرنا جاوي حد دليل وياه إيمانك إنه كرد إنه هاس ودعية. وأنا قضية مهمة ده الله صلى الله عليه وسلم حديث كلا أكيري لكل عمل شرة بير عمل وضبو حلي وقت ونشاط وياه وحك الصون نشاط أنا ضعفي بأكوي ماذا مركز شير قفك ضعفي وسوق عليه حديث سنة إذا أبها روحه إسقى ولي ما نبي الحديث أحمد باورية شيخ ناصر من حكوت صحيح ترغيب ك كنتن إيشان نمبر كيس حديث نمبر كيسوية أنت واحد نسأل قرني إن أي صورة قل أي تهاي إن إيمانك لكردين كرا لكبعين كرا كرلا دي كرا لا أتكين كرا لحجين كرا إن صورة قل تهاي إنه هاصل دي كرا نقصان أي قل كرتو نقول وكو إيمان كرا وكلا دعان كرا حديثك هذا كأنت زين فهمه مر هدي انت الفهمين محام كود دوينا مركا دايق نسسكي واكنا اي نوشيق نسلف هذه الأمة كو اسكود داي اي ان اسكود داي كلما قرآن كإلهي ان اقرننا ان ان لفل قلنا اياتها إلهي إلا قد تدبر اياتو البون صامرتين قفكو قد تدبر الله سبحانه وتعالى قرآن كوعه وكيري وننزل من القرآن ما هو شفاء قرآن كوعه ندتك كسوة دادينا وحا اما ان كسوة دادينا وحا كمذا واحد دادك عافمات ونقضوا بوكسية ما دام الضعف في عذر او يحيى ما حد دوين كره قران كان دوين كره صلى الله عليه وسلم وحال شيغا هبين هبين هذا كمد تكني وحال شيغا الا لغا غار صلاه الفجر هل ايت بسوع العلني ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم فانك انت العزيز الحكيم وايدي على لسان نبي الله عيسى يوم القيامه ودي دونه الهي وضدك هداد عذابتنا واضم ضاد هذا دود من دافتنا الرب وهذا القوية قانا أرنكا هذا غالب وفلسا صلى الله عليه وسلم آيات داس بسوع العلمي وده بنسانا يا معناه آيات دي باكد داد دقا يسوي آيات والبابا ولذلك وحال لقاء القرآن كتفسير كيسين هذا نبقوني سواق هذا ترجمة هذا سواق هذا دقا يسوع علوم هذا آيات كذا أي سيئو فصيرا يعني هل آيات أو كاد داد دكتا ومعنى هذا أفهم تدقى كتو كتين وحي كخير بناني ساكوا بضل معنى هذا أفهم سنين وعاد عظيم عبد الله عبيد الله بن عمير ايا وحو ايمن عائشه ايمن مركز شريا عائشه وحان وباهنا وحا اوغو ياب كبدن الرسول كاد كو ارغتي ان ادي شيكتي مركز اوين اسكلا دعل مركز وحي تري وحان حستا هبين هبينه كميده انو رسولك استاغي ورب انو اسغو رب انو تكدو مركز وحان سيري اكفريسو مركز سيري ذريني عائشه ما انت اسك كيدا الهي بان عبده يا عا وفرح يا قد مركز وحان يريد يا رسول الله إني لو أحب قربك إن أنك أجوغا جعلها وأحب ما يسرك وحا أديك فرح قلينا أدبا مجعلها مركز يحيي تري عائشة إذا هل ليس هو إساق رسول كابيك أو عيسى ميبك هل ليس هو ويسيستي ويحيي تري صلاة بقلي وقوي إلا دبتي سؤي كقوي ذي بيتري كدين أوين تيسي وذي بيتري إلا نورك وكقوي ساب وكسرنا إلا مركز بلال بأو يميد أو يرسل الله ديبالك يا رسول الله صباح مركز بلال والله يا رسول الله ما أذا أوي يا هذا هو إله سبحانه وتعالى الدنبياء يكيسه الرئي يكيد دنبياء يبقى قدافه
مركز يقول أفلا أكون عبدا شكورا إلهي ميانا أمهد علينين بلال بو هذا الكاكويري كدي بوحيري يا بلال حالة وحالة يقصد دجي آيات هلاك بانا أسقنا ذا برقفك آيات دا أقرية معني هذا أنا نروحين آيات اللي يقصد دجي بير ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها قف كان أكور قلين تفكرنا أنا كسر من آيات هلاك بأسقنا ذا بير آياتها وحيا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إلهي سبحانه وتعالى أم كيسة ويقول رأي السماوات كأرضها إذ بتبدل كهبين كأي مال انتي انت وحا كسوغا على مضى دادك إدير قرتدا الدروس كلا نحب حكران وكو إلهي حسه مركا إتاقيهين مركا فديان دين عدين عمر كيهين آيات والبن الله فالقال دادك أوي أي الله أمان مركا سوحيري آيات ويسي ودوح خربنا ما خلقت هذا باطلا مركا أركان سماوات كنا وأي لي أمان سيدا سماوات كأقر حبديهين سيدا إلهي تير لآن أتاقي سيدا سند قرآن لو رنجيين أن اللهين هلا بدل ميذك بلوغا مدعك سوريكتي إذا أن دحليسني مركي أركين بحلي ما خلقت هذا باطلا إلى عيار عيار أرن كان إباطل وماذا أبور فقنا عذاب النار آياتها وآيات رسول الله صلى الله عليه وسلم تابع هاي مرنا وحي قالن خلق الله مرنا وحي أوجد بين ذكر الله آياتها مرك قالن وحي أوجد بين التفكر في مخلوقات الله أوجد بين وحي الله وختمة إلى سبحانه وتعالى لما قاله وأنا أرمها وختر سن آياتها مرك إزلا هذه قرآن كم حي الله سبحانه وتعالى وحى كسرا وعدي هي وعيد باكسوغان ولذلك آياتها قرآن كسكمنا صلى الله عليه وسلم صامرين حديث شيبتني هود وأخواتها قبل المشيب وحا عرأي قليي هود ولا لهد كوا وإك انت أنا عرأي لقاني حديثة سلسلة صحيحة أي شيخ ناصر وكوري مجلد الله بعد ليه بغل تدباتني سقال معايا لوحا كسوغان حقائق إيمانية تكاليف دينية وحا كسوغان سورة هود فاستقم كما أمرت نبي واحد أتصنع تاسيد الغفرين يا أتصنع كرا أرنسا هلان ما علي صوت نمى دوسة لك سارة فرينت إلهي أبهي أدون سرفين سيدة إذا أيضا أهو القلب الليل وأرنسا هلان ما هين مركز أرنكا سعر رأي يلبي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر يسوي حقا قلب جلعنا ما بجرمد وحان الله شيك عمر بن الخطاب رضي الله عنه مركو أقري إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع عذابك ربك ودعيا إنه حنون صدى الله شيئا ونحو الله من كرتا ابن كثير ولذلك وحال شيئا عمر الخطاب رضي الله عنه ما ننتي أبو لئي إنه المجوسي ودل الدونه هذا وحا واحد عمر الخطاب سوى إنه أقريه سورة يثب أقرين دلو مركي وقرآن كالسؤوه ذي بوحو سوق قال آيات يهد إنما أشكو بثي وحزني إلى الله آيات مركو سوق قال وحي إليه صحابة دي لتكنيسي او انت قدال با لغا مقلي ادي اتابت انما اشكو بثي وحزني الى الله قدال با لغا مقلي بيور ددكي او نوعا ما كلمه مركا ايتابت وخي لميد عثمان بن عفان وحد الله ساسو كلا لغا سو وري وخي يري لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله وي وناك سنان لهي هدي قلوبتنا اي طهير لهي وحا اي كدرتو كلامك الهي ارنك ان وناك سن بها بو اهل ويري وادي وخي لميد قاربا وحا لسو حكته ان احد الكبار انو دنتي وحنا لو مغعابا وحا ارنغا كخيكايون ابراهيم المنشار ابن مشار وليه علي بن الفضيل وحا لشيغا مركو اقري ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ايدا درتيد بو دنتي رحمه الله عليه وحا كلا امدمن وانا ارن رنتي دباتيد يعني وحياه بدل مركا تابان اي كميتا وما الى ذلك من الامور قاركود حتى مركا اي سجودان ايا لغا دريمي جيري وحانو غدبينا مساله ذكاله مركا لا خيريرتا داود اللواد وحانو غدبينا العلاج الثاني طلبات بانو غدبينا استشعار عظمه الله ان الهي وينكي سلا دريمه وهبك كليه وهبك اللواد وانا داود اللواد الهي سبحانه وتعالى مغعي اسكو شيغ تلماموين بو اسكو شيغ وصفات با لو مغعابا معاني ذا وحي أباهيه سيدي ذا إن الله روح مقعي ذا إيتي ما مياشا إلهي كيمد وإن هذا الرقرقين وإن هذا تعطيلين وإن هذا تكييفين وإن هذا المعاني ذا اللي فهمي وهي التفويض وإن هذا النين
الله سبحانه وتعالى وحو اسكو شيغو دن ان لا دوخاي وباهين لكن مركا لدا الاسماء والصفات بان سوغيا ميرهيدنا وا لاغا باهين مركا علماء مروها كما جاء الي ميرهيدا لاغا باهين ان الله سميع مركا الاله سمع مقل اسكت اوغو كلمه كاستو افكا كاسو بخش ان الاله مقلي بصير مركا تراهد الاله وحبو اركا اوغو انو الاله كو اركاي او واخ كاسو سمينيس يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور مركا سوغيس علو الله جل وعلا وهو القاهر فوق عباده أوجو الله سبحانه وتعالى إلى أودي سنة كاسر رئيس عقاب كيس المركع وكاسر رئيس أوجو إلى سبحانه وتعالى سير ذاتيا ورتبة ومكانة وعكسه وكاسر رئيس شو بين لكاسر رئيس أوجو وحد وقعت كل ما أقفك وأقري قوله جل وعلا وسع كل شيء علما إنه إلهي أجيه ملك سدوكت الله ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا من ألا حين يستغشون ثيابهم على ما يسرون وما يعلنون قفكم مركو بستها كوهس جر الرقية إن إله والله سعدا إنه قادر للبهين قفكم مركو أقرنيه وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين إلهي ما دام سدى دقيقة السغن أكرتك وحكس ما دام أسغ أغو فلك السوكاس فلي إلهي سبحانه وتعالى أغيه وعدك لو أغاتا مركا الله سبحانه وتعالى أوليه حديثك صلى الله عليه وسلم ما يدي أهد وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه الهي سوح اقبته ارضنا دنبق عندي سكجرت يوم القيامه مركه لغار ارمها سدن وخا لو باهنها قفكه مركه انيسا اياتها انو ادل مرين او معاني الهي او دوخو اي صفاتك الهي ولا جيدا اسماء الهي ارغا وخي كو بيري ايمانك مركه انو زياده لان ادو اقرين مركه الهو كو مقلا حنتي با جوجينيسا الهو كو اركا حميد با جوجينيسا إلهي باكل الصعود وح كستو إذا مرينه بجوجي نساء وأنا هبك الجود وين كر إيمانك بإذن الله سبحانه وتعالى أرجع صدحات إلى الجود وين كر وحية طلب العلم الشرعي دين تإلهي أنت أتكتقان أي إيمانك ولا إجيه هدي إلهي سبحانه وتعالى كوا في الجيو أو كجرسيو إن أتكو عمل فشل الله سبحانه وتعالى قرآن كم حكيري إنما يخشى الله من عباده العلماء إلهي وحكب قاون الدومدي سحق يدو مركا الله بحو حق يدو مركا الله بحو كوع ولما ذا دينك إلهي قان قدرك إيه أنت دينك إلهي أتكتقانا بإذن الله سبحانه وتعالى إيمانك ومركا أولاقيا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ورما جنجنبا ورما لسبر برديك كرا اسكو مال ملقوشي كرا نفس ما كوع ذا بحي كران كوع وحي قاني كوع نحقون اسكو مدما إيمان كاغا مركا وحو دووي كرا اما دووي حدو هلي كرتا انت نوعا ما طلب العلم الشريعة كفهم سنتا كتاب ير او سلف هذه الامة القرآن كتاب ير او هل حديث لب حديث صحيح عن بارسين كتاب ير او افر ايضاضو ضد ثقاذي اي شرحين انت با ايمانك اكورنين كرتا بإذن الله سبحانه وتعالى وانا مزالة مباهنة ولذلك وحان ميشان ان كشيق لها الشباب جزاهم الله خيرا حماس دينيا كجرا انت ولا دذاليا انت وحال اورجانيز غرانيا مؤتمرات انت علماء يا قرب اردي واخا خير بدل ملا الهي وزياده مشكله اللي درتها وحي تاع نيو البابا افريكا مركو كسو بخاي فتح مجيد كباب السادس مشو مريم انت تاغنت رياض الصالحين كاشنت حديثه اوغو ريس او تاغنت نحوها مركي ما لا ينصرف لسو غارا اوغو دنبايس مال دوما راعد انت كتاب سو اخستي اوغو دمس جسعمي ومره انت مركو يمنا شيخ فلان با فتوى ده شيخ فلان با شيخ عجلة ده ماشي وجدت دن كلا كتاب إنه الرعده أو مسألة هوس كحريق ديار وما أنت أرنك أودرن هوس بقف قد عيا إيمان كيس ولذلك وحن أجنا ضد فربضنا أخيارا والدعوة ذن قاذا وهانجري هري قذا الأود الجري أو نوع ما كتبت نوع أغري جري ما تنا سوق الكلام وحكى لنا ما محاله هدي جيس رسبي جاهب وكذا هذا وأنا مهم كل ما أو ما أنت نوع ما علمي قال هوس قد عنا إيمان كان هوس قد عيا وأنا أرن متلازمانا أنقفل ويديني أياباك لا نقول بينهم حتى لزوم حلقة الذكر حلقة الذكر وما شأن وكلا ضت إلى سبحانه وتعالى نقول حسين أوليري إلى سبحانه وتعالى رحمة ديسا الضباشة سكينة كسو الدكتور إلهي بابو وقف أنت ما رأيت يوحي لم يذا يا خلق ديسا كلا وأنا أرن أنا سهلنين وأنا حديث كي بنا موجنا لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة ضد مال يسقي من مجدان يو إلى سبحانه وتعالى حسين إلى ملائك بحر راح كفريسته رحمة إلهي بكسو دا دكتا سكينة دا إلهي بغرقين يسيق ورنبا حديث كلا نوحي موجينة يا مركي اللي يسوقي ما دا حسك إلهي مركان كلا تقنى هذا أقفل بميش يسوء هذا وحنا الليه إنه أنا المقل الملايك بان الله اللي يسوه قوموا مغفورا لكم
war istaaga idinkoo dembigiina la dhaafay, wax sahlan maaha. Waa meeshaanaad fadhida garoonkan ayaa hadda biidni illaahi subxaanahu wa tacaala ilaan aayad iyo xadiid baanu isku sheegaynaa. Qaala tacaala waqaala rasuul, aan isku sheegaynaa xalaal iyo xaaraan baan isku sheegaynaa. Markaan istaagnay biidni illaah, ilaahay waxaan weydiisanayna xadiidka inaan ku dhabownoo na la yidhaahdo quumuun maqfuuran lakum aw maqfuuriina lakum, istaaga idinkoo dembigiina la dhaafay. Arrin sahlan maaha, la fudaysta maaha. waxaa haddigii salafka ka mid ah inay dhihi jireen tacaaluu bina nu'min saaca wanafariisiya ilaahi subxanahu wa tacaala hal saacad aan rumayna. bimacnaheedama waxaa loola jeedaa ilaahay iimaankiisa aan baartaam ka dhigna hal saac keliya kadibna waxaan doonaan samayna maaha, ee halkan saac aan u adeegsannay iimaanka si aan u kobcin lahayn kor ugu qaadi lahayn. waxyaabaha iimaanka xoojiya waxaa ka mid ah qofka isagoo badiya calaamala saalixa, nuqdadanna muhiimaddeeday leedahay, aad bay muhiim u tahay nuqdadan iyadaa acmaasha saalixa eedoo badiya. maxaa ula jeedaa meel keliya camal keliya ha ku koobsan. xadiidkan haddaa ila dhegaysataan abubakar radia allahu canhu ee bukhaari uu wariyey rasuulkaa maalin saxaabada sala allahu calayh wasalam intuu ka dhex istaago la hadlo wuxuu yidhi war maanta yaa isagoo yaa waa barisay isagoo sooman. abubakar baa gacanta taagay, wuxuu yidhi ana yaa rasuullah aniga. haddana wuxuu yidhi maanta yaa janaaso raacay, ana yaa rasuullah aniga raacay buu yidhi abubakar. war maanta yaa maskiin quudi, aniga quudiya rasuul allow. maanta yaa qof xanuunsan soo boqday, aniga boqda rasuul allow. markaasuu yidhi sala allahu calayh wasalam ma ijtamacna fi imri'in, intaan khasladood ee la sheegay isuguma tagaan qof mu'mina qof bini aadama ilaa jannadu gala haddii laga helo. hal maalin keliya waxaa lagu hayaa isagoo sooman, isagoo janaaso raacay, isagoo qof xanuunsan soo booqday, isagoo qof maskiina markaa quudiyay jannadu galay. maalin keliya waxaa loo baahay jadwal inaad degsatid, sida jadwalka cuntada iyo kan aad marka aad meel booqasho ku aadaysidba ay muhiim ay kugu tahay inaad wax kasta kala saartid. arrinkana meeshaada ku dar warqadiina waa la isu taagay. jadwalkaaga waa inuu noqdo tight schedule, waa inuu noqdo. walidaalika saxaabatu rasuulillahi sallallahu calayhi wasallam saxaabadii ay dhihiin salaf hadii lumi cabdiraxmaan mahdi baa wuxuu yidhi waxaan hubaa buu yidhi xamaad ibnu salam haddii la dhihi lahaa xamaadoo berri baad dhimanaysaa awood uma yeesheen buu yidhi camalkiisa inuu wax ku daro. yacni min asabaax lilleyl ilaa habeenkii, maalintii ilaa habeenkii mar walba camal khayru markaa ku jiraa. laakiin haddii la yidhaha xamaadoo berri baad dhimanaysaa laba ragca ku dar, waqtiba uma hayo, maxaa yeele waa buuxaa. mar kastaba camal saalixu ku jira, sida uu camalka saalix ugu mashquulsan obtaad ugu hawo. waxaan kaloo tilmaamayaa camal saalixa marka la maqlo waxaa la yahay qofkii inuu isdaaliya laga yaabo ama meelo kale uu kala dhaco. dhowr qodob baa la ilaalinayaa. kow, camal saalixa markaa maqashi waa in loo degdego, maxaa yeele aayad walba qur'aaniya ee ka hadlaysa camalka saalixa allah subxaanahu wa tacaala wasaaricuu ilaa maqfira, war u degdega, saabiquu ilaa maqfira, u degdega, marna saabiquu marna saarici, u degdega marna u dhaqtama. sala allahu calayhi wasalam xadiidkii waxaa ku soo arooray anas bin malik laga wariyey ee ghaswati badr marka mushrikiinta ay soo dhawaadeen ay wuxuu yidhi quumuu ilaa jannatin carduha samaawaat waalard, war istaaga waxaad aadaan janno ballarkeeda samaawaatka ardadu u la mid yahay. markaasa cumayr ayaa intuu istaagay wuxuu yidhi yaa rasuul allah janno ballarkeeda intaa la eg. markaasuu yidhi bakhin bakhin, waa meeshaad ka dhihi lahaydeen way i dhacata wey, arrin sahlan ma wuu dhaqaaqay. kadibna wuxuu la soo baxay tamar timir markaa meel ugu jirtay, timirtii uu siiyey bal cun. haddana wuxuu yidhi wallaahi haddaan noolaado intay timirtaan ka dhammaato khalaas, wuu yidhi waaba nin markaa liibaana meeyey. intuu tuura meesha intuu aaday buu jihaadkii galay, meeshaasuu ku shuhiyey. nabiyullaahi muuse markii miiqaadka lagu wacay muxuu yidhi wacajiltu ilayka rabbi litarda, adaan kuu soo degdegay. camalka khayrka qofka markuu maqlo waa inaan lagaaga hormarin. markii laga hadlay dadkii ambiyada ilaahi subxaanahu wa tacaala markuu soo taxay muxuu yidhi innahum kaanuu yusaaricuuna fi lkhayraati wayadcuunana ragaban waraaban, khayr marka la sheegay way u degdegi jireen. xadiid waxaa ku soo arooray attu'adatu fii kulli shay, wax kastoo la samaynayo tartiibso ilaa fii camali lkhayr, laakiin khayrka marka la samaynayo ha tartiibsanin, orad intaad ordi kartid way degdeg. arrinka labaad loo baahay camal saalix marka la samaynayo waa inaad daa'imtid. xadiid waxaa ku soo arooray camal waxaa ugu khayr badan midka qofka uu daa'ima haba yaraada ah, hal ragco habeenkii aad aadan ka tegin ayaa waxay ka khayr badan tahay kun ragco aad ka lahayd. hal beyt oo qur'aan oo subax walbaba kuu rukuman oo raatib kuu ah ayaa wuxuu ka khayr badan yahay laba jalad inaad aqridid oo aad ka tegi doontid. camalka daa'imitaankii sala allahu calayh wasalam xadiidka waxa uu ku yidhi war israacraaciya cumrada iyo xajka oo dembigay tirtiraana iyo wixii la mid. qodobka saddexaad loo baahay camalka saalixa marka la samaynayo waa inuu qofka dadaalo, dadaal baa loo baahan yahay. qofku waa inuusan gaabin oo dadaal fara badan inuu markaa uu muujiyo. waxaan haynaa fii gayri maa xadiid wafii gayri maa aaya marka laga hadlay dadkii ahlu khayrka salaatuleylka maxaa la yidhi kaanuu qaliila min alleyli
ما يهجعون ماذا أذي كجرتا موحا لا أهدي ساسي ابن القيم أويري مزائدا كدقنا مثل مزدريا كدقنا منافيا كدقنا مثل مزدريا كدقنا لوضع مر ما هبين كإنير ميكسو جيب الجرين مثل إنير بيكتو كنجرين لوضع والله مفسر معنى دذلك سيؤد بحين جرينه أرنك قال ولذلك سلف هذه الأمة دذلك وحي هير وحي قارين وعليهن وحدي عجرت أحدهم جورج مركو هو لص أحد هو ينجز وفراشك ولص أحد فراشك كحل ولنجر وكسر دح بعجرة سيسا نوقانن إنه صلاة الليل بتكنه وكبقي إلا يراه فلان صلاة الليل بتكنه ودومنجر اجتهاد كما عشان سول قاري حتى الزوجات في البيوت أني أوقانن تتكا وحي سمينا يا أرنك قال لو بهاي وحي مرك عمل صالح لسمينا يا وإن هذا نفس هذا أذن دالين ولكن صلى الله عليه وسلم مركو سوق لزينب قال لي حرب مال كحرتي مركي تكاني سي كو استاكتا مركي داش و خير غويا الى سبحانه وتعالى عمل صاص وكلام جعل هدا داشنا نصب ويري ولذلك وقت اللي دي قفكه مركي هردد اهيسو انو عمل مركه او سمي حديثنا وحا كوسو اوروره عملك انت كريسان كلا اماده القصد القصد تبلغ ورد دحيسو دحدحيسه واد غاري دونت حديث البخاري باوري حديث لنا حكوا سؤرار إن هذا الدين يسر ولا يشاهد الدين أحد إلا غلبه وفضد هاي هاي سكوت كينين وتنوير صلى الله عليه وسلم وحكى الله به عمل كمرك الله سمعنا قدر كشانات إن بقرن إيو قبول أضو بمعنى رجاء للحياة وين عمل كسميس وإن تكبر الأمان لقى أقبل وياه رجنا وإن كوجدت في نفس الوقت إلى سبحانه وتعالى إنه كأقبل الله بدو وإن أقول حيسد وتن مركي لو يدي الله سبحانه وتعالى أيدي سوى الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة وليها الله إيمان يوحل الصاري يذو قلوبته ذا بغنيش عائشة وحتر يا رسول الله ما وحل لجل قليها قمر ذعبه توقني ماذا نصمي مركز يتر يمنى التصديق مركز يتر يمنى سامو ذي سنما ذاتك اللقاها اللي وذاتك الصومي والصلاة صدق ذا بحينة لكن وحي كبق يعني إن عمل كوذي إلهي سبحانه وتعالى أنا مركز كأقبل وأنا كوا خير كودك دقي وتنوير آياتي صلى الله عليه وسلم أي يسون مركز سود اللي شذي أرنك اللي حاد الدوض أنه قنكر عملك إيمانك إنه كرر اللي قوقع وحاكم إذا تنميع العبادات عبادة ذا هل عبادة كلية هكو قاب سن ولذلك وحلوب بهن ذكري مركز اللي شيء عرف كانوا نقضى بدن كانوا نقضى دعاء ذا سوق ليس سننتي وحاكم إذا بر الأيتام بكم إذا إن حوالج إذا بر الوالدين بكم إذا أي تامتي ولا كفالة قارا كمدة مساجدي ولا ديسا كمدة جهاتي ولا إنفاقية كمدة خيراتي ضدك الله وهرس هذا كمدة مدارسي ولا ساق كمدة وعيابها صرنا نحيل منه أنت صرنا أي مركز سوق عليه وعيابها الدوية وح كمدة قفك إنه كبق سوء الخاتمة مثلا إذا كوف جان ما سوء الخاتم يحيل منه محيل محاضرة صوص عطاء أي يقول بيجنتها بإذن الله سبحانه وتعالى لكن واحد من حسوسنا يا سلف هذه الأمة وحير هذين أنت أنا سلف كأنا شيخ رسولك وحيري أكثر من ذكر هذه من اللذات أنت أنا شيخ إن أقوال الصحابة يرقي كلا سلفك رئيس السلف عن شيخ قائدهم نيك أقول صلى الله عليه وسلم هذا الكويرو أكثر من ذكر هذه من اللذات كان مع معانك جوي بديع حسوس تسبير موت كمرب صار لقى وحيلوم هذا مركي هذين قف كي موت كحسوس تصدح شيبة إلهي سبحانه وتعالى أقول بشارة يا أي الله كرامي كو توبدي ساسو دقدقتا قلبي سا قناعة لقليا عبادي سا نشاط قلي قفكي موت كان حسوسين سدح الرماد بالله امتحانا كو وحا الله امتحانا إساقو توبدي ديبو ديقانا إساقو رالي أنا نكون قونين وحا الله وحي إله سبحانه وتعالى وسي كفاف ما أقبل يو إساقو عبادة مركا كقابنا وحي أبا مركا إيمانك عصبوني سيوحا كمدا إنو قفكو حسوس منازل الآخرة منازل الآخرة إن درجات فربضان يوم القيامة يجري دونان إن سراد يجري دون إن الجنة يجري دون إن النار يجري دون وحصل حصوصته إيمانك وكرده بإذن الله سبحانه وتعالى وعيابها إيمانك آدي آدو آتكي وحاك من ظلم مريم ما دام وقتك قلنا ماذا قفك إنه لفل قلو آيات كان كوني ضي حامدو بهذا وإن المركب الساينس لآدم أقو يا الله سبحانه وتعالى إنه قدم به روب كيبا يرى هذا إنه لفل قشد ضبيل درم باتمد برف كيبا باتي ولذلك عائشة وحيتري صلى الله عليه وسلم هدي كونك كان وحيس كبدلهم أما الضبيل باب بضتي أما الروب باب اللواي أما الروب باب بضتي وجهي سانك قرن جرن بيتي ولذلك ما نعلم المحكمة الضبيل درم أم بضبتي بيتي مركز رسول الله عنه وجهي سوء بدلي مركز يا رسول الله محاسد ومركتي متشائمون نقطة الروب ونقون كراي مركز وحيري محان كبا قيار إلا يراهده قليل بل هو عارض ممطرنا الضبيل
dadka halaagaysa inay tahan ka baqayaa buu yidhi. Saas darteed wuu la falgeli jiray. Arrinkan arrin saxiix u ahaa waa la samayn jiray waddankii, oo inkastoo sunnada dadka ay ka tegi jireen meeshii khusuuf markuu dhaco qoraxmadoobaad iyo dayaxmadoobaad waxay ahayd masaajid inta laysugu yimaado la tukado, noocan maa dadkana la baqdin geliyo oo khoof lagu beero. Laakiin waxyaaba qalad ay dadku samayn jireen sunno aanan ahayn, inta dabqaada markaa uunsi uu ku jiraa meelaha lala wareegi jiray laa ilaaha illa allahu yaa gaafirun khaafuu rabbakum yaa muslimuun tii bay meel kale la aadeen. Laakiin baamul khawfkii waa loo baahnaa in marka hab wanaagsan markaa loo sheego. waxyaabaha daweynaya waxaa ka mid a dikrullaahi jalla wacala, allah subxaanah wa tacaala oo la xuso. maxaa yeelay xadiid waxa uu aayaddu waxay ahayd alaa bidikri illaahi tatma'innu alquluub, haddii aad ku gaabsatid aayaddaa keliya muxaadaradaan dhan aayaddaasaa noogu filan. maxaa yeelay muxaadaradu waxaan ku bilaabannay kii weed ah fura ah qalbiguu dheeliyaa. qalbiga marka wuxuu u baahan inuu idmiinaan yeesho, inuu sugnaado u baahan yahay. maxaa suga? bidikri illaahi tatma'innu alquluub. idan qalbigan marka mar walbaba saa u rogrogmaya wuxuu ku sugnaan karaa bidikri illaahi jalla wacalaa biidni illaahi subxaana wa tacaala. waxyaabaha aan kusoo khatimaya wuxuu yahay ama noqdada aan kusoo khatimaya ducada ilaah in ilaahi subxaana wa tacaala la baryo, fas'alu allaha an yujadida aliimaana fii quluubikum, waa tan xadiidku u ahaa. xadiidan waa tan u ahaa aqrabu maa yakunu lcabdu min rabbihi wahuwa saajid, xaaladda qofka ilaahay uu u dhow yahay waa markuu sujuudsan yahay sujuudda oo markaa la badiyo. intaa iyo masaa'il kale weli harsan oo runtii tirada ka badatay ayaan runtii waxaan u dayn lahaa habkaaba iimaanka lagu daweyn karaa. ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa an yujadida iimaanan وأن يقوي إيماننا وأن يزيد إيماننا وأن يقال لنا قوموا مغفورين لكم بإذن الله سبحانه وتعالى إنه جواد بر رؤوف رحيم. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبالله توفيق.